السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل خبر جديد بعمله يوصل لكم في ميعاده بالظبط. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. بعد وصلة رأس على مركب نيلية إحالة 5 معلمين بينهم سيدة للنيابة بالدقهلية، خبر بيقول قرر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية إحالة 5 معلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية للنيابة الإدارية بعد التحقيق معهم بالشؤون القانونية بالمديرية لقيامهم بالمشاركة في وصلة رأس على مركب نيلية أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة. كان وكيل وزارة التربية والتعليم تلقى عدة شكاوي من عدد من المدرسين ومرفق بها اسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو لقيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رأس مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية. وأكد أصحاب الشكاوي أن ذلك حدث خلال رحلة نظمتها نقابة المعلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة، وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، وأشاروا إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية، وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرأس ما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية. وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية إحالة الواقعة للشؤون القانونية، وطلب مذكرة بالواقعة من إدارة أمن إدارة غرب المنصورة التعليمية بالواقعة والتي أكدت صحة الواقعة، حيث تبين قيام آية يه ألف عين معلمة لغة عربية تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب التعليمية بوصلة من الرقص البلدي على أنغام دي جي على إحدى المراكب النيلية وشاركها في وسط الرقص كل من وائل ميم ألف نون مدير مرحلة بالتعليم الثانوي بإدارة غرب المنصورة التعليمية وحاتم ألف عين معلم دراسات اجتماعية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية وأحمد ألف لام عين معلم مجال زراعي بمدرسة الشهيد أحمد حسين غنيم الثانوية بنات ومدحت ألف لام عين معلم رياضيات ابتدائي ويعمل بقسم رياض الأطفال بديوان إدارة غرب المنصورة التعليمية. كما ظهر بمقاطع الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرأس معاها. وتبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة قامت بتكريم معلمة اللغة العربية كمعلمة مثالية بعد الرحلة، كما كرمت أحد المعلمين المشاركين في الرأس ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية، وقاموا بتداول صور الرأس ومقاطع الفيديو اللي بيظهر بها المعلمون هم بيرقصوا مع صور التكريم متسائلين عن أسباب التكريم وهل لوصلة الرأس مقياس عند الاختيار. وانتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينة من شأنها إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال الرحلة وتم تصويرها وتداولها على موقع التواصل الاجتماعي.